وقدموا لانفسكم، يعني شيء ينفعكم امتى؟ شيء ينفعكم قدام. يبقى اذا الاصل فيها الانجاب، الاصل فيها ما تاخدش الوسيلة وتجعلها ايه؟ وتجعلها ضايع. قدموا لانفسكم يعني لا تأخذ المتاع اللحظي العاجل الان على انه هو الغاية، بل خد على ايه؟ لقدام. طيب قدموا لانفسكم يعمل ايه يعني؟ قال لك حتى لا تشقى بمن يأتي نتيجة هذه العملية، فقدم لنفسك شيء يريحك. يريحك ازاي؟ قال لك يا اخي زي النبي معلمني، ساعة يأتي لهذه النعمة لازم يسمى الله الله ويقول ايه؟ اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. ساعة يذكر بقى قمة النعم، وبعدين نيجي نغفل فيها كده عن المنعم به. ده انت لو نظرت الى تركيب الاكل اللي انت بتلتز بيه، او المنظر الحلو اللي انت بتشوفه، او الريحة الجميلة اللي انت بتشمها، مش كده؟ دي بتنعم ملكات في النفس. تجد المسألة الثانية دي لا تستطيع ان تحدد الملكات التي تنعم بهذه العملية، ما تستطيعش انك انت تحدد الملكات الانسانية اللي بتنعم بهذه العملية. كان المفروض ساعة تأكل بتقول بسم الله، ده ديكها اكتر تقول بسم الله، لان انت بتأكل دلوقتي عشان تحافظ على ايه؟ على حياتك. ده انت بتحافظ على النوع في الثانية، انت بتحافظ على مين؟ على النوع في الثانية. شهوتك كنت بتاكل ديا كده ما محدودة، انما العملية الثانية لا يمكن كنهها ان يصفه انسان عملية. ولذلك بيقول لك يعني ما يمكن تصاب الغفلة في هذه في اي عملية امتاعية الا في هذه المسألة. ولذلك بيقول لك قم بقى استحمى علشان ترجع تاني الله. اذا العملية دي الحق سبحانه وتعالى يريد ان ايه؟ انه احنا يقول لك قدم نفسك اياك ان تجعلها هي الاصل، بل اجعلها هي الوسيلة. الوسيلة لان دي هتيجي مقدمة لاشياء تيجي بعد، وعلشان ما تتعبش. ولذلك الذي يذكره حين يأتي اهله ويقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ينشأ وليده وليس للشيطان عليه دخل، ويزيدون ولا يمكن ان يؤثر فيه سحر. ليه؟ لانك ساعة استنبته ذكرت المنبت. ما دام ساعة استنبته ذكرت المنبت يبقى يفضل في الحضانة على طول كده. انما لما تنسى المنبت يقول لك خليه بقى للايه؟ للتيارات التانية بقى. اذا قدموا لانفسكم يعني اذكروا جيدا انكم حين تصنعون هذه المسألة لا تجعلوها هي الايه؟ اجعلوها هي الوسيلة، وقدموا لانفسكم ما ايه؟ ما يريحكم. وايضا قدموا لانفسكم ما يطيل امد حياتكم واعمالكم في الحياه. لانك لما تجيب ولد بنيه انك تجيب ولد، وبعدين ولد صالح ويقعد بقى يدعي لك ويعلم اولاده انهم يدعوا، واولاد ولاده انهم يدعوا، يفضل لا ينقطع عملك الى ان تقوم الساعه. يبقى قدمت لنفسك ولا لا؟ يبقى قدمت الايه؟ هو هب انك جئت به ثم مات ففجعت به، برضو قدمته عشان ايه؟ يغلق عليك بابا من ابواب النيران، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كل العملية لازم تذكر فيها وقدموا لايه؟ وقدموا لانفسكم. واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. اتقوا ايه؟ اتقوا الله. معنى اتقوا الله اياكم ان تغضبوا ربكم في اي عمل من هذا الاعمال، هذه الاعمال. وكن في هذه التقوى على يقين انك ملاقيه، ما يجيش عندك شك في الايه؟ في الحكايه دي. وما دام هتتقي الله على يقين انك ان تكون انت ملاقيه، يبقى لم يبق الا ان تبشر بالايه؟ بالجنه. وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. هنا ثلاث أشياء: تبروا
وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تبروا يعني تعملوا البر. وتتقوا تتقوا المعاطب. خلاص. وايه كمان لسه؟ تصلحوا بالايه؟ بالناس. اصلاح ذات البيت. الله. اذا المجتمع اللي فيه تصنع البر وتتقي المعاطب، واذا رأيت نزاعا او خصاما بين جماعة تدخل تصلح. يبقى ده دخول في السلام ولا لا؟ برضو لا نزال في الايه؟ تدخلوا في السلم ايه؟ تدخلوا في السلم كافة. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يستبقي للناس ينابيع الخير حتى لا يسدوها هم امام نفوسهم. ليه؟ قال لك قد يكره انسان عمل البر لانه شاق على نفسه، يكره عملية التقوى، يكره ان يصلح مثلا بين الناس لان لها مؤونة، فيتعلل ويعمل شيء يريحه من هذه المسألة، يخلع عليه انه ممتثل لامر الله، ولذلك لا يعمل لا البر ولا التقوى ولا يصلح بين الناس بدعوة. زي ايه مثلا؟ سيدنا ابو بكر الصديق بعد ان جاء مصطح ابن اسافة واشترك مع من قال حديث الافك واذاع ما اذاع عن عائشة. عائشة امرأة رسول الله قبل ان تكون بنت ابي بكر. ابو بكر صديق رسول الله. هب ان غير عائشة كانت المسألة دي وياها، برضو موقفه هو موقفه، موقفه هو موقفه. يقوم لما يجي قريب له اسمه مصطح ابن اسافة يشترك في حديث الافك مع من اشترك ومن اذاع، ثم يبرئ الله عائشة. حين يبرئ الله عائشة يأتي ابو بكر وكان ينفق على مصطح، يقول ده ما عندش ايه انفق عليه، والله ما انفق عليه ابدا. ليه؟ لانه اشترك حديث الافك. يبقى العملية في ظاهرها ايه؟ ورع ولا لا؟ هيمتنع عن النفقة اللي هي البر علشان ايه؟ ورع. انه خاض في حديثه الافك. ظاهر الامر ان دي انظروا الى مقاييس الكمال والجمال والفضائل عند الله. لا اله. يقول لك دي سكة وده سكة. يوم يجي لابو بكر قل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا كنت أنت تحب أن ربنا يغفر لك تبقى أنت عايز ربنا يغفر لك، وعند واحد عمل فيك سيئة ما تغفرلوش؟ لا، ما دام أنت عايز أن ربنا يغفر لك يبقى اللي في إيدك برضه اغفره للناس. يقول هل مين؟ لأبي بكر. في إيه؟ في انه وقف موقفا من رجل خاض في حديث الافك مع من خاض، ومع ذلك يقول لا اهي ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا. ما تقولش اصلح لفت، لا احنا انا ارضى انك تحنت في اليمين وتبر بقى. هنا بقى لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. كلمة عرضة نفهمها ايه؟ العرضة ما يعترض بين شيئين. دي اعترضت بين عيني وبين الضوء، مش كده؟ الذي يعترض بين عيني وبين الضوء حجب عن الضوء، انما بقى هو عرضة اللي يشوفي انا، يبقى هو حجب، انما هو نفسه مرأة. يبقى اذا لما يجي يقول لك العرضة هو الحجاب المانع او العرضة ما يعترضك لتراه، نقول له ما يقدم بعضيه، هي هي. انت بتنظر الى ايه؟ الجاء منفك عرضة اهو، ما اعترض بين شيئين، صحيح كف ده عرضة ولا لا؟ بقى عرضة. لكن العرضة ده اللي منع عن النور انا شايفه ولا لا؟ يبقى اقول ده متعرض ليه، يعني انا شايفه.
يبقى هو متعرض ليا انما ايه مانع مانع عني مانع عني انا شايفه وهو ايه مانع عني. طيب وعرضة يعني شيء صالح لكل شيء. يقول لك فلان ده عرضة لكل حاجة. فبيقول انا لا اريد ان تجعلوا اليمين بي عرضة. يعني ايه تيجي نطلب منك ان تبر واحد اسائلك تقول لا اصلا احلفت ما بره. بقول انا ما يستاهلش. يبقى جعلت اليمين بالله مانعا وبرضو جعلت اليمين هو اللي قدامك مش كده ولا لا؟ وجعلت صالح لانه يمنعك عن البر مش كده ولا لا؟ فيريد الحق سبحانه وتعالى ان يقول لا انا متجاوز عن اليمين بي ان حلفت ان لا تبر او لا تتقي او لا تصل رحم او لا تصلح بين اثنين انا سمحت في يميني. ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي وليكفر. وبعضهم قال لك ولا يكفر ما دام احسن منه يبقى يعمل ولا يكفرش ولا اي ايه ولا يبقى ربنا سبحانه وتعالى بده يحمي عمليات البر ويحمي عمليات الايه التقوى ويحمي عمليات الاصلاح بين الناس. ولو كنت قد حلفت عليها بالله على انك لا تصنعها بالله. ليه؟ لان كونك انت تحلف على انك انت ما تصنعهاش بالله وتجعل الله سبحانه وتعالى هو المانع يبقى ناقضت نفس التشريع. ده الله هو الامر بهذه الاشياء. فما تجعلش اليمين اللي من عندك انت ما هو المانع. لا تجعلوا الله ايه عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ما تجعلش مانع من أن تبر. ما تجعلش مانع من أن ايه تتقي. ما تجعلش مانع من ايه أن تصلح بين الايه بين الناس. بل يجب أن تتساهل في هذه المسألة. وأنت إن حلفت على ترك واجب نقول لك لا وجب أن ترجع في اليمين. احنس فيه. ولذلك قال ما حنس خير من البر. الله ما حنس خير من البر. هو ده الحنس اللي خير من الايه من خير من البر. ومره تيجي مثلا واحد يطلب منك حاجه تقول والله اصل الناس بقى ضايقوني وبقوا ياخدوا مني مش عارف ايه ولا يجيبوها ليش فانا حلفت مع انت اعير حاجه. انت ما حلفتش ولا اي حاجه. جبت كده اليمين وحطيته علشان ايه تقول اصلا حلفت ان ما عملتش اعير حاجه لان اللي اعرت كتير واخذوه مني ولم يردوه فخلاص انا تبت عن الحكايه دي. ولو واحد ناحص بقى يقول لك لا ما تجعلش ربنا عرضه للايه اليمين ومن جاء فراى خيره وخيرا فلياتي والايه وليكفر. لو كان بقى فقيه ولا تجعلوا الله عرضه للايه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. شوف بقى كلمة والله سميع عليم. سميع بيمينك عليم بالنية بتاعتك فيه. الله وما تقعدش ما تلفش علينا. وبعد ذلك حين يتكلم عن اليمين يعطي اصلا من اصول اعتبار اليمين حنسا وبرا به. قال من رحمة الله ان الله سبحانه وتعالى لم يأخذ باليمين إلا اليمين الذي عقد القلب عليه. يعني تقصد انك انت تحلف. اما لغو اليمين فربنا ما ساعة ما تقول له لا والله اللي جاي والله اللي عامل الشيء الفلاني والله ما مش عارف ايه اللي هو على الايه اللهجة الايه لا والله وايه وبلا والايه وبلا والله او شيء انت ظننت انه حصل وبعد ذلك حلفت والله ده حصل وبس هو ما حصلش. صحيح انت مغالب الظن انما كنت متعمد دك اليمين غموس بقى انك انت عارف وبتحلف. انما الثاني ده لا مفهوم. يبقى قال ايه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. وكان من المناسب ان ياتي بهذا بعد هذا. ليه؟ لان ربنا سمح في اليمين اللي مش لاقه وقال لك ارجع فيه واحنس وانا هقبل الحنس بتاعك وبر واتقي واصلح. فاذا كنت انا عملت كده يبقى حاجه قبل حاجه بقى لذلك مش هاخذك بالله وفي اليمين. حاجه قصاد ايه قصاد حاجه. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايه في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسبت قلوبكم هناك بما عقدتم الايمان برضه. يعني الشيء المعقود اللي في النفس انك انت تحلف عليه والله ما فعل الشيء الفلاني.
انما الشيء اللي يجي على اللسان كده لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. الايمان دي يعني جمع يمين، واليمين ده هو الحلف، هو القسم. والسبب اما انه يقسم ويحلف يقول يمينا، ثلاث اشياء بتؤدي معنى ايه واحد، لكن برضو دائره في المعنى. كان زمان اذا ما ارادوا ان يؤكدوا شيئا اكدوه بايمانهم، زي ما قلنا يد الله فوق ايه الذين يبايعونك، لما يبايع واحد يجيب الايمان كده وايه. يبقى اذا اليمين في الاصل التقويه، ماخوذ من ايه؟ من انه ساعه كانوا يتعاقدوا على شيء يضعوا ايمانهم في ايه، لان اليمين هي الجارحه الفاعله، الجارحه الفاعله. الجارحه الفاعله دي ما تفهمش انها زي ما بيقولوا بالرياضه والضربه، لا ده بالخلق والجبله، بالخلق والجبله. ولذلك لما تلاقي واحد مخلوق تركيبه على ان ايده اليمين ما تعملش وايده اليسار هي اللي تعمل، عبثا تحاول انك انت تخليه يشتغل. ليه؟ لان دي نشأة عن جهاز هنا. ان الجهاز متركب هنا تبقى اليمين هي اللي تشتغل، متركب الناحية التانية تبقى اليسار هي اللي ايه هي اللي تشتغل. ولذلك تلتفت تلاقي اللي بيجي يكتب باليسار تلاقيه متقن بها اتقان يمكن ما يعملوه صاحب يمين، خط يبقى جميل وبسرعة ومش عارف ايه، ولا بدون مشقة وبدون الله، مسألة كده عملية التركيب كده. ولذلك من الخطأ ان ناس يشوفوا ابنهم مثلا معتاد انه يعمل كل الحاجات بالايه بالشمال، وبعد ذلك يقولوا لا اليمين ويضربوه على اليمين، يبقى لا ينفع لا في دي ولا في دي. وفي واحد الآلة المتحكمة جاية في النص، يبقى اعصر يسر يعمل بالإدي وبالإدي، علشان ربنا بيقول لك انا ما تحكمنيش الميكانيك، الميكانة ما تحكمنيش، انا خلي اليمين تشتغل واخلي الايه الشمال تشتغل، واخليهم الاثنين يشتغلوا وما خليهم الاثنين ما يشتغلوش. مش ميكانة يعني، ها مش ميكانة، ده ارادة، ارادة ايه. ولذلك روح ملخبط لك الايه الدنيا، يجيب للجمهرة الناس آلة الانضباط تخلي اليمين هي اللي تعمل، ويجي في شذوذ كده يعمل آلة الانضباط هي اللي تخلي اليسار ايه يعمل. لهم طب روضوا اليمين بقى زي ما روضتوا، ما تجيش ابدا. يجي الواحد اعصر يسر يعني بيعمل بايديه ايه الآلة في النص، الآلة في النص. يجي يروح مثلا احنا مفهوم ان القلب دائما على الايه على الشمال على اليسار قليلا كده، يروح وجيب كده شذوذ كده في الخلق في التشريح يبين لك، يقول لك يا اخوة ده اليمين، ده على اليمين عشان ما تفهمش انه ما يعملش اللي على اليمين، ده هو يعمل لما يعوزه يعمل، يعمل لما يعوزه يعمل. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اذا فاليمين معناها ايه؟ الشد على اليمين بنقوي، وبرضو الحلف هو التقوية برضو، لان معنى حلف مأخوذ من الحلف. حلف يعني ايه؟ جماعة يتحلف على حاجة مش كده ولا لا؟ طب والقسم؟ طب ما هي برضه، لاننا لما نقسم شيء على بعض كده يقوم يسهل علينا جميعا اننا نعمله قد بعضها تمام. كلها ملتقى. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسب ده عملية ارادية، مش عملية جاية كده سبق، يبقى عملية ايه؟ عملية ارادية. كسبت قلوبكم والله ايه؟ غفور حليم. غفور ايه؟ لانك انت كده ساعة ما تقول لا والله وبالله ومش عارف ايه، وبعدين ربنا ما ياخذكش بها كده، يبقى ده حليم قوي مش كده ولا لا؟ للذين يولون من نسائهم تربص اربع اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. يولون يعني ايه؟ يعني يحلفون الا يقربن ازواجهن في بالعمليه المخصوصه دي، يحلف انه
ما هو في ساعات يريد الرجل ان يؤدب اهله يحجرها في المضاجع. انما بلا يمين. بلا ايه؟ بلا يمين ديا تقوم تجعله يمكن يضغط في وقت من الاوقات، انما لما يشددها باليمين يبقى يبقى هو يريد ان يهجر في المضاجع هجرا ما يرجعش فيه شويه، يقوم يعمل يمين ويبقى اليمين حكمه شويه. ربنا طب دي قال لك لان دي كانت موجوده زمان، الرجل يولي من المراه كما شاء باي زمان شاء، وكان يعضل المراه كده ويحب يذنبها، يحلف ان هو ما يجيها مثلا مده، وبعد ذلك تيجي مده يحلف على قبل ما تنتهي المده يحلف عليها مده ويحلف عليها مده، بقت عمليه استزلال. وما دام بيقولي انه ما ياتيهاش ولا يتصل بيها، وبعد ذلك يبقى يعني يبقى عضلها ولا ما عضلهاش، يبقى تعالها. فربنا حب ينهي هذه المساله، انما ينهيها انهاء لا على حساب طرف على طرف، مش لحساب طرف كان يقدر ينهيها يقول العمليه دي مش موجوده، العمليه دي مش موجوده، لا، لان بعض النساء قد تستغل ادلالها على الرجل بجماله او لانه هو بيحب العمليه او بتاع فتحاوله تستزله. يوم ربنا لما شرع الحكايه دي واعادها المده اللي يملكها 4 شهور، ازيد من 4 شهور ما تطيش المراه بقى اكتر من كده، فدلها هذه المده والى حديث اخر.